أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصك، ذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليهم، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. وإلى سوق المال، حيث تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.704 تريليونات جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 0.9% ليغلق عند مستوى 25381 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 96% ليغلق عند مستوى 5474 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة تقدر ب 56% ليغلق عند مستوى 7878 نقطة. قال صندوق النقد الدولي أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ. وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط، ذلك بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة. أعلنت تركيا خططا تمتد 3 سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم والذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي. وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شمشك خلال عرض الخطة في أنقرة إن أولويات الحكومة التركية هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة، مشيرا إلى أن انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10% أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام.